إنني أسكن مع رجل يقول إنني أسكن مع رجل إذا كان نائما لا يصلي وتنتهي الصلاة وهو نائم، وقبل ذهابي إلى المسجد أخبره بوقت الصلاة ولا يقوم، أما إذا كان صاحيا فيصلي فما الحكم وما حكم السكن معه؟ إن كان سكنك معه تعينه على الاستيقاظ والصلاة هذا طيب، تؤجر على هذا تصبر. أما إذا كان سكنك معه ما يؤثر فيه ولا يغير من عادته فلا تسكن معه. الله وسع الأرض، اسكن في مكان آخر. نعم. ولا تصاحب إنسانا يتكاسل عن الصلاة لئلا يؤثر عليك، ربما يؤثر عليك أو على أولادك.